قال رحمه الله: قال الإمام البقية رحمة الله عليه: وبلغني أمير المؤمنين أن عمر بن الخطاب قال: اللهم إن كنت تعلم أني أبالي إذا قعد الخصمان بين يدي على من قال الحق من قريب أو بعيد فيتمهني طرفة عين. يا أمير المؤمنين، إن أشد الشدة القيام لله عز وجل، وإن أكرم الكرم عند الله التقوى، وإنه من طلب العز بطاعة الله رفعه الله وأعزه، ومن طلبه بمعصية الله أذله الله ووضعه. قال: فهذه نصيحتي والسلام عليك. قال: ثم نهضت فقال: إلى أين؟ فقلت: إلى البلد والوطن بإذن أمير المؤمنين إن شاء الله. قال: قد أذنت لك وشكرت لك نصيحتك وقبلتها بقبولها، والله عز وجل هو الموفق للخير والمعين عليه، وبه أستعين وعليه أتوكل، وهو حسبي ونعم الوكيل، فلا تخلني من مطالعتك إياي بمثلها، فإنك المقبول القول غير المتهم في نصيحته. قلت: أفعل إن شاء الله. قال محمد بن مصعب: فأمر له بمال يستعين به على خروجه فلم يقبله، رحمة الله عليهم أجمعين. وقال: أنا في غنى عنه، وما كنت لأبيع نصيحتي بعرض من أعراض الدنيا كلها. وعرف المنصور مذهبه فلم يجد عليه في رده. قال الحاكم رحمه الله: هذا حديث تفرد به أبو جعفر أحمد بن عبيد بن ناصح الأديب، وهو مقدم في أصحاب الأصمعي، يلقب بأبي العصيلة. حدث عنه يحيى بن محمد بن صاعد وغيره من الأئمة. قال حدثنا أبو نصر الفراء البخاري قدم علينا حاجا وساق السند إلى علي بن عيسى بن الجراح، قال: سألت بعض أولاد بني أمية: ما سبب زوال دولتكم؟ قال: خصال أربع: أولها أن وزراءنا كتموا عنا ما كان يجب إظهاره لنا، والثانية أن جبات خراجنا ظلموا الناس فانجلوا عن أوطانهم فخربت بيوت أموالنا، والثالثة: انقطعت الأرزاق عن الجند فتركوا طاعتنا، والرابعة: يئسوا من إنصافنا فاستراحوا إلى غيرنا، فلذلك زالت دولتنا. أعوذ بالله. وقال ساق السند إلى فضيل بن عياض رحمه الله يقول: لما قدم الرشيد بعث رحمه الله بعث إلي فذكر الحديث في دخولي عليه وقوله: عظنا بشيء من علم. قال: فأقبلت عليه وقلت له: يا حسن الوجه، حساب هذا الخلق كلهم عليك. قال: فجعل يبكي ويشهق. قال: فرددتها عليه: يا حسن الوجه، حساب هذا الخلق كلهم عليك. قال: فأخذني الخدم فحملوني وأخرجوني من الحجر وقالوا: يا هذا اذهب بسلام. وقال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وساق السند إلى هارون الرشيد أنه قال لسفيان رحمة الله عليهم: أحب أن أرى الفضيلة رحمه الله. فقال له: أذهب بك إليه. قال: فاستأذن سفيان على فضيل فقال له: من هذا؟ قال: قولوا له هذا سفيان. فقال: قولوا له يدخل. فقال: ومن معي؟ قال: ومن معك؟ قال: فلما دخلوا عليه قال له سفيان: يا أبا علي، هذا أمير المؤمنين. فقال: وإنك لهو يا جميل الوجه، أنت الذي ليس بين الله وبين خلقه أحد غيرك، أنت الذي يسأل يوم القيامة كل إنسان عن نفسه، وتسأل أنت عن هذه الأمة، وتسأل 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 أنت عن هذه الأمة. قال: فبكى هارون. جزاكم الله خيرا. من عمر الخطاب قال: اللهم إن كنت تعلم أني أبالي إذا قعد الخصمان بين يدي على من حل الحق من قريب أو بعيد فلا تمهلني طرفة عين. يا أمير المؤمنين، إن أشد الشدة القيام لله عز وجل، وإن أكرم الكرم عند الله التقوى، وإن من طلب العزة بطاعة الله رفعه وأعزه، ومن طلبه بمعصية الله أذله ووضعه، فهذه نصيحتي والسلام عليك. ثم نهضت فقال: إلى أين؟ فقلت: إلى البلد والوطن بإذن أمير المؤمنين إن شاء الله. قال: قد أذنت لك وشكرت لك نصيحتك، فقال: وقبلتها بقولها، والله عز وجل الموفق للخير والمعين عليه، وبه أستعين وعليه أتوكل، وهو حسبي ونعم الوكيل، فلا تخلني من مطالعتك إياي بمثلها، فإنك المقبول القول غير المتهم في النصيحة. شوف، لما يكون صادقا المرء وينصح لله جل في علاه، توضع المسائل كلها في مواضعها، وتضع والأمر ينزل سهما نافذا إلى القلب، فيؤثر تأثيرا بالغا على القلب صدقا دون المواراة. قال: أفعل إن شاء الله. قال محمد بن مصعب: فأمر له بمال يستعين به على خروجه فلم يقبله. وقال: أنا في غنى عنه، وما كنت أبيع نصيحتي بعرض من أعراض الدنيا كلها. وعرف المنصور مذهبه فلم يجد عليه في رد. قال الحاكم: هذا حديث تفرد به أبو جعفر، ولكن هذا كما قلنا النصيحة في الأدب والنصيحة لله جل في علاه، وفي السير يعني الإنسان لا يشدد في الأسانيد.
وأما الحديث الثاني حديث عظيم جدا، لما سئل من رجل من بني أمية ما سبب زوال دولتكم؟ قالوا خصال أربع، أولها أن وزراءنا كتبوا عنا ما يجب إظهاره لنا، وهذا هو الحق، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بأمير خير جعل له وزير خير، إذا نسي ذكره وإذا تذكر أعانه. والثاني أن نجبت فراجنا ظلم الناس فارتحلوا، والظلم ظلمات يوم القيامة. الدولة أسرع دولة سقوطا هي الدولة التي ينتشر فيها الظلم، أسرع دولة سقوطا هي الدولة التي ينتشر فيها الظلم، وأعمر دولة يعني حياة التي تعمر بالعدل ولو كانت أكثر أهل الأرض، فإن الله يطيل في عمرها إن كانت عادلة. قال والثالثة انقطعت الأرزاق عن الجند، وما قطع ما قطعت الأرزاق إلا أن الله جعل يعني أصابهم بالقحط والجدب وقلة المال، وإن كان المال متوفرا أصابهم بعدم البركة، وذلك لوجود الظلم، فإن الله قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة فلا تظلموا. وهنا من ظلم قيد شبر طوق به إلى يوم القيامة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. المعتمد بن عباد قال له ابنه يا أبتي ما الذي كنا فيه وما الذي نحن فيه، لما يوسف بن التشفين حبسه في قشك وهو كان له القصور الأندلس عامرة بما كان فيها، فقال يا بني لعلها دعوة مظلوم غفلنا عنها، فقبلها الله جل في علاه. نعم. ونصيحة الفضائل بن عياض للرشيد عظيمة جدا، قال إنك مسؤول عن كل هؤلاء، شوف والله الحمد والمنة، قلنا بأنه مسؤول عن ورق الشجر، مسؤول عن العصافير في الشجر، مسؤول عن الغراب كيف أكل كيف تعدى كيف استطال، مسؤول عن الجن أكلوا أو لم يأكلوا، كل ذلك سيسأل عنه. ولو سألت كيف أقول، لأنه لو نشر العلم وقال العلماء لا تفعلوا كذا ولا تفعلوا كذا إنه طعام إخوانكم من الجن وتعلم الناس فلم يفعلوا هذا الفعل، فهو قد برأ ساحته، وأنه نشر العلماء ينشرون علم بين الناس، برامج توعوية وتعليمية وتأسيسية وتقاعدية، وأيضا قام على البدعة ونشر السنة، فإن لم يفعل ذلك فهو مسؤولية تامة عن الأمة بأسرها. لعن الله من أحدث فيها حدثة، لعن الله من آوى فيها محدثة. لذلك كان يذكره ويقول يا حسن الوجه يا جميل الوجه أنت الذي تسأل عن كل شيء، ستسأل عن كل هؤلاء، ويبكي هارون الرشيد، يبكي هارون الرشيد، فسبحان ربي العظيم. الفضل المستنبطة الصدق في النصيحة، لا إله إلا الله، الصدق في النصيحة يأتي بثماره، أهل العلم يأتونهم الأمراء، وأما الآن ولذلك عزوا، وأما الآن أتى العلماء الأمراء ولذلك زلوا. أعوذ بالله من غضب الله، أعوذ بالله من غضب الله. من افتخر إلى الله أغناه الله به، ومن زل لله أعزه الله جل في علاه. إلى الدارمية يا أستاذ، إلى الدارمية. طبعا هذه جاءت من هارون الرشيد، ذل للعلماء، لذلك الله تعالى أعزه عزة عظيمة سبحانه جل في علاه. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.